السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. الانتهاء من 85% من أعمال المرحلة الثانية من تطوير الحديقة المائية. الإسكان تنسق مع الكهرباء والماء لسرعة توصيل التيار الكهربائي لباقي وحدات الرملية. وتنمية سياسية وبشراكة مع وزارة الداخلية يطلق برنامج ترابط. أهلا بكم إلى التفاصيل السادسة. قال وزير الأشغال والشؤون البلدية والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف إنه قد تم الانتهاء من 85% من أعمال المرحلة الثانية من تطوير الحديقة المائية بصورة إجمالية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للاطلاع على سير عملية التطوير، إذ أكد الوزير على الحفاظ على موروث الحديقة المائية التاريخي وإعادة تأهيل الحديقة على أن تتم المحافظة على البحيرات والشكل العام للحديقة متمثلة في المماشي والمسطحات المائية الموجودة والأشجار المعمرة. هذا وسيتم البدء بتركيب الألعاب الترفيهية للصغار في الأسبوع القادم للفئات العمرية المتنوعة وأصحاب ذوي الهمم والمعاقين. وأشار الوزير خلف إلى أن أعمال المشروع والذي يحظى باهتمام من أخص من لدن قرينة عهد البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة من المؤمل الانتهاء منها في الشهور الثلاثة القادمة. أوضحت وزارة الإسكان بأنها مستمرة في إجراءات تسليم وحدات مشروع ضحية الرملية الإسكاني والذي شرعت في توزيع عقوده خلال شهر مايو الماضي، إذ تمكنت الوزارة من تسليم عدد كبير من الوحدات بالمشروع بعد الانتهاء من تزويد الوحدات بالكهرباء، فيما تعكف الوزارة على التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء للإسراع في الانتهاء من تزويد باقي وحدات المشروع حتى يتسنى تسليمها للمستفيدين. وأوضحت الوزارة أنها انتهت قبل الشروع في تسليم عقود الوحدات من تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية للمشروع بالكامل. وقامت هيئة الكهرباء والماء بتوصيل التيار الكهربائي إلى الجزء الأكبر من الوحدات، وهو ما ساهم في سرعة استلام المواطنين لوحداتهم السكنية، فيما يتبقى جزء من وحدات المشروع لم يتم توصيل التيار الكهربائي لها، وهو الأمر الذي تبذل وزارة الإسكان جهدها للمتابعة والتنسيق مع الهيئة لتوصيل التيار ليتسنى لها تسليم تلك الوحدات المستفيدين. أعلن معهد البحرين التنمية السياسية عن تدشينه وبالتعاون مع وزارة الداخلية برنامج ترابط لمحافظات مملكة البحرين، وذلك ضمن المبادرات التي تتبناها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحرينة. وللحديث أكثر حول تفاصيل برنامج ترابط تنضم معنا عبر الهاتف الشيخة منيرة بنت محمد الخليفة مديرة إدارة البرامج والتطوير السياسي بالمعهد. مساء الخير شيخة منيرة، بداية ما هو الهدف من إطلاق برنامج ترابط؟ مساء النور. طبعا الهدف الرئيسي للبرنامج هي إتاحة الفرصة للسادة المحافظين للتواصل والتكاتف مع المواطنين من خلال هذه الفعالية وإبراز دور المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز واستمرارية التواصل المؤسسي بين الحكومة والمواطنين. نعم، طيب كيف يمكن المواطنين المشاركة في هذا البرنامج عبر وسائل التواصل المرئية؟ طبعا من ممكن المشاركة في البرنامج عن طريق التسجيل الإلكتروني الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي التابع لمعهد البحرين للتنمية السياسية. طيب شيخة، ما هي أبرز المحاور التي سيتناولها برنامج ترابط؟ أهم المحاور هي إبراز دور المبادرات المجتمعية المختلفة في تعزيز قيم المواطنة وتنمية مشاعر حب الوطن، واللي تركز على ما تحقق لمملكة البحرين من مكتسبات وإنجازات وطنية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات اللي أنجزتها المحافظات لمد جسور التواصل مع المجتمع، وأخيرا عرض مبادرات التكافل المجتمعي اللي يقوم بها المواطنين تجاه محافظاتهم في سبيل الارتقاء بها. نعم. نحو مجتمع آمن ومتكامل. نعم، كل التوفيق ونجاح لكم الشيخة منيرة بنت محمد الخليفة مدير إدارة البرامج والتطوير السياسي بالمعهد، شكرا لك.
السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. تمرير فترة عمل السوق السمك في مرفأ الحزم منع الاكتظاظ. أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة دعت منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلة الوزارة لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة وفق نظامها الأساسي عن بعد، وذلك في إطار الإجراءات المستمرة والمتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على ضمان سلامة أفراد المجتمع المدني من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية وضمان استمرارية ممارستها لجهودها وأعمالها التطوعية والخيرية والمهنية وفق وضع قانوني سليم لا يخل بالقيام بهذه الواجبات. وأوضحت السيدة نجوى جناح مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية أن الوزارة بدأت في تنفيذ هذا التوجه بالتعاون مع الجمعيات التي تمتلك إمكانيات تقنية تسمح بذلك، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت لمندوبيها كافة الإمكانيات التقنية والفنية التي تمكنهم من المشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد. أعلنت مؤسسة مبر الخليفية عن بدء التسجيل الإلكتروني لمنحة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة لدرجة البكالوريوس للطب، والتي تقدمها بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا للعام الرابع على التوالي. وسوف تستمر فترة التقديم بين 27 من شهر يونيو 2020 عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وذلك في سياق توفير المزيد من الفرص للطلبة المتفوقين في مملكة البحرين ودعمهم لتحقيق أهدافهم الدراسية والمهنية. هذا ويتم اختيار الطلبة بعد ملء استمارة التقديم عبر الموقع الإلكتروني واستيفائهم لمعايير الاستحقاق التي تشمل التحصيل الأكاديمي والمقابلة الشخصية والأعمال التطوعية. قال الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إنه في إطار دعم التوجيهات الرسمية بضمان توفر المنتجات الغذائية المختلفة في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا، تقرر أن يفتح سوق السمك في مرفأ الحد يوميا من الساعة 8 صباحا ولغاية 6 مساء. وذكر أن قرار تمويل الساعات المقررة لفتح سوق السمك في مرفأ الحد يأتي لضمان أن تكون المدة الزمنية أطول لمرتادي هذا السوق، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع من خلال تفادي الاكتظاظ. وشدد أبو الفتح على ضرورة تعاون جميع العاملين في مرفأ الحد مع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن المعنيين في الوكالة سيتابعون مع العاملين في السوق تطبيق الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. وإلى طقس محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، على اللقاء.